استهليت الحلقة أنت بالإشارة للتحكيم والنوايا والزير، خير؟ بص يا إبراهيم، يعني اللي يدهشني جدا جدا خاصة من جماهير الأهلي تبسيطها للأمور وتاخدنا في بعضهم يعني في سكة ما احنا وحشين، ما احنا نبص لنفسنا، ما احنا يا جماعة، وانت وحش انت لا تتحمل أخطاء التحكيم. انت عادة لا تتحدث لأنك خلاص بتكسب، لكن كل الماتشات اللي كسبنا فيها كانت فيها أخطاء تحكيمية فجة، سواء محليا أو إفريقيا، شيء محير. ولو اني يعني لما طبعا قعدت اتامله اكتشفت ما هو انت البطل، يعني والناس اللي يعني مستكتره عليك هذا الاستمرار في البطوله مؤكد هتترصدك انت. لكن لما يجي التحكيم يعني بهذه الصوره الواضحه التي لا يختلف عليها احد، يعني المعيار ايه؟ يعني تجد في ماتش الزمالك يطرد بن شرقي لنفس اللعبة التي نالت من محمد شريف. أي. وهناك من الغريبة بقى، هناك من يدافع فتخليك ترتاب أكتر، يعني كل الناس اللي ملهاش علاقة مباشرة وطلعوا حللوا من خبراء التحكيم، المسألة واضحة، راجل ماسك واحد من تحت باطه وحجزه ومنعه من التقدم. في ايه؟ هتقول لي اصل الاثنين مسكوا بعض في لحظه او زقوا بعض في لحظه، لكن مين اللي استمر وحجز الثاني عن الاستمرار والحركه؟ يعني في كل الماتشات الناس بتاخد حقوقها او معظم الحالات، يعني الا في مناظر. واحنا مش عايزين حد يتظلم تحكيميا، ليه يتظلم تحكيميا؟ ما ياخد حقه وبعد كده والله الماتش ونتائجه دي بقى بتاعت علم الله ويعني اقدام اللاعبين وتوفيقه. لكن ان انا عشان يقول لك ما انت وحش يا سيدي، انا وحش عشان ما عنديش فرص كتير، انا اناقش نفسي. يعني انا لما بشوف الماتش ده استاذ ابراهيم، انا طول عمري اقول لك ايه، انا ما انزعجش من هزيمه الظروف او الصدفه. لان بيبقى الاهلي مسيطر وهو الاكثر فرصا والاكثر استحواذا الاقدر يعني. ايوه. ولكن تيجي كره يعني هجمه مرتده ولا بتاع وعدم توفيق سان داونز مثلا، ما انزعجتش. ايوه. اتضايقت بس ما انزعجتش، ما خفتش. لكن اخر ماتشين انا قلقان، لان دي مستوى بقى. ايوه. المستوى مش عاجبني. ايوه. مش عاجبني. دي هزيمه مستوى. هزيمه مستوى له مؤشر من مباراه الاتحاد. ايوه. هل احنا فعلا تتالي الماتشات بيفقد اللعيبه تركيزهم؟ هل في نوع من الترهل نتيجه الراحات الكتيره؟ انا ما اعرفش يعني، لكن ده بقى شغل الاجهزه الفنيه اللي ارجو انها خلال الاسبوع القادم نكون استردينا جزء من هويه وشخصيه الاهلي. لكن ما تبقاش تقول لي خطا تحكيمه بسيطه، ما هي النوايا بتسند الزير. بالظبط. ها؟ صحيح. طيب ما لو النوايا دي مش موجوده خلاص. مفيش حجج. ولو النوايا مش حلوه؟ الله، ما هو انا لا اقصد النوايا، ما هو النوايا هنا هي نوايا. ايوه. في النيات بقى. ايوه. فلما تكون النوايا تقوم تخضك. ايوه. ما احنا شفنا المواسم دي. صحيح. وكيف توجه البطولات. مش عايزين كده، عايزين كل الناس تجتهد وتسعى ويفوز الاحق. والناس تبقى حتى سعيده من جواها. يعني حتى الناس اللي هي بتقبل الفوز باي طريقه نتيجه لحظه من لحظات الضيق، يعني وانت مستنيه تفرح هي كمان. ايوه. من جواهم ما بيبقوش سعداء. وانا لما اخد بطوله مش من حقي مستحيل هبقى سعيد، لان احساس الجداره هو اللي بيخليك سعيد. الجداره. انك انت ماشي مال هدومك. انما بقى عارف ان ده بيساعدك وده بيساعدك وده او ده بيعطلك وده بيعطلك. لا عايزين حد يعطل ولا عايزين حد يساعد. عايزين كل واحد ياخد حقه وما تيجي نرمي النوايا. طيب كابتن محمود عاشور، عايز افكركم بحاجه، عشان هو المهندس عدلي لما اتكلم بيتكلم على انه المشكله مش في التحكيم، المشكله في ازدواجيه معايير الحكام. وانا ما اعرفش اي لجنه حكام هتبقى حريصه ومصممه على محمد الحنفي، على محمود عاشور لمباريات الاهلي، اعرفوا ان ورا المساله داخله في النوايا، داخله في النوايا اللي المهندس عدلي اشار اليها،
مش النوايا اللي بتسند الزير، دي النوايا اللي بتودي الناس لداهيه بجد. لانه تقريبا موسم السنه اللي فاتت لو رجعناه بالكوارث التحكيميه اللي حصلت واللي اثرت في مسار البطوله، كان تقريبا البطلين بتوع هذه الفتره الكابتن محمد الحنف والكابتن محمود عاشور والمعروف وامبارح ومحمد معروف جدا الراجل اللي بيحتفل بالاهداف. لكن عايز اقول لكم انه فجاه في هذا التوقيت يسند لمحمود عاشور وللحنفي المباراه، مباراه الاهلي والمصري بكل وضوح. فتلاقي الملعب فيه حاجات بتحصل والفار ملوش دعوه، لا بيغطيه. يعني شيء غريب جدا. اختيار الثنائي لمباراه الاهلي، اعرفوا لما بيتم اختيار ده او ده لماتش للاهلي او ماتش للمنافس ياثر في المسار، اعرفوا انه المساله رايحه فين. المساله كانت واضحه جدا امبارح يا جماعه. محمود عاشور الراجل طرد الكابتن سيد عبد الحفيظ. يجوز ان الكابتن سيد عبد الحفيظ خرج عن النص، ممكن، والحكم من حقه يستخدم سلطته. بس لما اقول لك انه محمود عاشور اللي طرد قبل كده الكابتن حسام البدري بمجرد النظر، الراجل اهو عشان حسام البدري بص له بنص عين، ما تبصليش كده، اتفرجوا، طرد حسام البدري للقطه دي. هو نفسه محمود عاشور اللي شيكابالا شده من صدره بص له ضحك. انا هنا بتكلم على ازدواجيه المعايير. انا يعني حكم بيطرد لمجرد النظره ومجرد الهمسه ويتغاضى عن حد بيشده من صدره وبيدفعه. نفس الحكم. هي دي ازدواجيه المعايير القاتله. لكن لو هنتكلم، هي دي النوايا. وهي دي النوايا بقى، مش اللي تسد الزير، اللي بتقلب البطوله راسا على عقب. اللي بتقلب الزير. في نوايا بتسد الزير وفي نوايا بتقلب الزير كمان. دي النوايا اللي هي مش نظيفه خالص خالص خالص.